فالعبادة أولها المحافظة على الصلوات، الصلوات الخمس هذه في جماعة، ما إلا إن كان الإنسان مسافر منقطع في مكان سبحان الله زين يؤديها الإنسان مع إخوانه، يؤديها في مسجد قريته بحيث لا يفقد، بحيث لا يفقد. شياب يعني من 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 جمال التعايش مع الشياب في زمانهم والاقتراب منهم والجلوس معهم أنك تجدهم هذه الساعة التي ترونها طبعا ما كانت موجودة أبدا، هذه حادثة. فكان إذا حان وقت الصلاة تلقى واحد من الشياب جالس على الدريشة، هذيك واحد من الشياب تلقاه جالس قرب الباب، خلاص حتى أماكنهم معروفة، وواحد من الشياب تلقاه جالس يقرأ القرآن في ذلك المكان، واحد من الشياب تجده من طبعه أنه إذا دخل ما يهجع، ما يجلس، يتركع قائم ساجد، قائم راكع ساجد، تلقاه كذا. فأوصافهم أصبحت معروفة. إذا حان وقت الصلاة نظروا إلى بعضهم البعض، قال الشايب قم الصلاة، تنزق تنزق حتى زين. وإذا لم يوجد واحد منهم، كان واحد منهم ما جاي، هين فلان، فلان ما جاي، سير شوفه في البيت. يقول حل الوالد سير شوفه في البيت. من أيام يخبرني أحد الأخوة يقول يقول صليت في مكان في منطقتهم يعني، يقول فحان وقت الصلاة واحد من الشياب ما موجود، واحد من الشياب ما موجود مع في المسجد، وقد اعتاد أن يصلي معهم وقت الصلاة خلاص هذيك عادة مأشرة. قال حل الوالد قم سير انظر إليه، فذهب إليه وقالوا الجماعة ينتظروك في المسجد. قال سبحان الله ما انتبهت. فرجع الولد هذا توضأ الشايب وتزهب وجاء وحصل الجماعة بعدها تنتظر. لماذا؟ لأن الجميع يريد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى، ما كما يقول المثل إذا سلمت ناقتي ما علي من رفاقتي. أصبحنا نحن الآن في زمن السرعة، نريد أن ننتهي من كل شيء ولا نراعي الآخرين. طبعا هنالك طرق كثيرة غير هذه لمراعاة أحوالنا، أحوال بعضنا البعض. الحاصل أنه كان يعني لاكتراثنا ببعضنا البعض كان هنالك طعم في المسجد، هذا الطعم لا نريد أن نفتقده. فتجدنا مع الشياب دائما، بل وتحدث كما يقول الإخوان أصحاب المونتاج والأفلام والتصوير، يقول تحدث أكشنات هناك في المساجد أحيانا، ربما تحصل واحد من الشياب عاقب النبراد المكيف والثاني مسكين ما يبغى مكيف، وتجدهم كذا، لكنهم لا يختصمون ولا يفقرون ولا زين. فحياة جميلة يعيشونها مع بعضهم البعض، يسيرون بها إلى الله تبارك وتعالى. أذكر رجلين زين يعني توفي أحدهما وكان يزوران الشيخ سعيد بن حمد الحارثي رحمه الله. عندما نكون هنالك في إحدى المرات جاء يعني شياب باثنينتهم، ومن طبعهم أنهم هم إخوة، من طبعهم في مسجدهم أنهم واحد يحب المكيف وواحد ما يحب، واحد يجيب لك لابس الكوت هذا زين ثقيل ومتلفف براس والثاني أموره طيبة زين يحب الكوس ما يحتاج. فيوم الأيام حضروا في حلقة الشيخ سعيد، وقام واحد منهم قال الشيخ سؤال، قال له يستوي واحد يوم يسجد يسجد بهذه الصورة، وهو يعني بذلك أخاه. فقال له الشيخ لعله يعني عنده مشكلة فيسجد بهذه الصورة. طش الثاني قال له الشيخ يستوي واحد يوم يصلي يسوي كذا؟ كل واحد يقول عن الثاني، وهم لا يفترقان، يروحوا مع بعض، بيتهم واحد، أكلهم واحد، لكن صلاتهم واحدة. لكن أذكر عندما توفي الأول وعنه وذهبنا تبعنا جنازته، عندما نزل أخوه إلى القبر يعني بكى بكاء وهو يستلم جثة أخيه. فالأصل أننا نحمل بعضنا البعض، لأننا في يوم من الأيام سنفقد بعضنا، سنفقد هذا الفقد لابد أن يؤثر فينا زين، وهذا الفقد تأثيره فينا لابد أن يدفعنا إلى مزيد من العطاء. عطاء لماذا؟ لأنفسنا.